جدا، أنا محمد إن شاء الله راح أصور لكم يومين من مراجعتي بعد ما خلصت المراجعة الأولى وخصصت يومين للرياضيات من باكر أبلش، وحاليا أقرأ إسلامية. سويت جدول مراجعة الثانية، خليت رياضيات يومين، اقتصاد 3 أيام، وبقية 5 أيام. هذا جدول مع المراجعة الثانية، وهاي جدول مع المراجعة الأولى. طبعا أنا أنام بالسطح، بس هسه طلعت على السطح ما شاء الله جو يعني حار، مو قبل أيام كنت أنام مو هالقد حارة، يعني هسه كلش حارة. صباح الخير. طبعا أنا قلت أصور لكم يومين من مراجعتي اللي هو رياضيات، بس أنا هسه أقرأ تاريخ. ليش أقرأ تاريخ؟ لأن من المراجعة الأولى بيوم تاريخ ما كفالي وقت بالفصل الأخير اللي هو فصل الخامس، وبقالي نصف فصل، وبقالي نصف فصل، وأني خصصت يومين من رياضيات، وخصصت يومين من رياضيات أقرأ بيها نقوصات من التاريخ. واليوم من الساعة 5 لحد 7 كملت، ما بقالي، وقالي ورقة ونص هيج، وأنا سهلات قاريهن من قبل، وإن شاء الله باشر أكملهن. بعدني أراجع فصلي الأول ويا أستاذ باسل الزبيري. خلصت الفصل الأول رياضيات، هسه راح أروح للكافي أنا وصديقي أكمل الفصل الثاني هناك، هم نقرأ هم نغير الجو. هسه وصلنا. في أجواء جميلة، هسه أرجع على البيت ولو ما خلصت الفصل الثاني كامل، هسه أرجع أنام. تصبحون على خير. صباح الخير. هسه كملت تاريخ فصل الخامس اللي نقوصاتي، وهسه أبلش على الرياضيات، أكمل شوية باقي من الفصل الثاني ثم أنتقل الثالث والرابع، ويوم آخر يوم لازم أكمل الرياضيات. نسوي عصير موز ونكمل المحاضرات. صار جاهز. بعدني أراجع رياضيات، بقى كم محاضرة ويخلص إن شاء الله. I am me. I will never pretend to be another. I will never want to be another. I will not change who I am just to fit in. I am me. I am not perfect, but I'm working on myself. Working to become the best version of myself. I am working on myself to continue to expand my own self through my own work in my own way. I am me. Not the me you think I am. Not the me you want me to be, but just me, the one I want to be. I am me. إلى هنا وصلنا إلى آخر الفيديو، إن شاء الله نال إعجابكم. تابعوني، أكو فيديو أقوى من هذا إن شاء الله أصورها وأنزلها بعد الامتحانات. تابعوني حتى يوصلكم. إلى أمان الله.